ما لسه مكملين مع البارسا، وشهدت مفاوضات برشلونة مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان تطور كبير خلال الساعات الماضية بحسب تقرير صحفي إيطالي، وبينتهي عقد كيسي في سان سيرو بنهاية الموسم الجاري، وقد رفض العرض المقدم له من الروسونري من أجل التجديد مقابل 5 ملايين يورو في الموسم. بحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فقد قدم برشلونة عرضا لكيسي من أجل ضمه في الصيف المقبل مقابل راتب سنوي قيمته 6.5 مليون يورو. أضاف كمان التقرير أن ميلان التقى بوكيل كيسي خلال الأسابيع الماضية في أكثر من مناسبة من أجل إقناعه بالتجديد قبل أن يتم إبلاغهم بعرض برشلونة. كمان أكد التقرير أن برشلونة كثف اتصالاته مع ممثلي كيسي خلال الفترة اللي فاتت، وبيعتبر النادي طبعا الكتالوني هو الأقرب لضمه حتى هذه اللحظة، إلى أن اللاعب لم يحسم قراره النهائي حتى الآن.